تحية لكم مشاهدينا، نحييكم من محافظة درعا، حيث تشهد محافظة درعا حالة من الهدوء الحذر بعد قرار وقف إطلاق النار والذي صدر ظهر الأمس من قبل القيادة العسكرية في محافظة درعا. وبالرغم هذا القرار لأنه مساء الأمس شهد عدة خروقات وعدة اعتداءات من قبل بعض المجموعات المسلحة المتواجدة ضمن أرياف محافظة درعا بالاعتداء على بعض مواقع الجيش في نقاط عدة من بلدات داعل وجاسم ونوى. بطبيعة الحال هذا القرار الذي صدر من قبل القيادة العسكرية والذي أيضا يتضمن رد وحدات الجيش على أي اعتداء على هذه النقاط، لأن هذا القرار حقيقة جاء بعد تقديم مقترح روسي بآلية ومقترح للتوصل إلى حل سلمي فيما يخص ملف درع البلد. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا المقترح من قبل الأصدقاء الروس يتضمن عدة بنود تضمن خروج السلاح الموجود ضمن أحياء درع البلد وتسليم هذا السلاح، وكان هذا السلاح ظاهرا بشكل كبير خلال الأيام الماضية من خلال الاعتداء على العديد من نقاط الجيش من سلاح متوسط ومن سلاح ثقيل ومن غذائف هاون وأيضا من مرابط هاون. أيضا يتضمن هذا المقترح الروسي إيجاد آلية لخروج المجموعات الإرهابية الرافضة لهذا الاتفاق، آلية تضمن خروج هؤلاء الإرهابيين خارج درع البلد وخارج محافظة درعا. أيضا هناك بنود عديدة تتعلق بإجراء عمليات تفتيش للعديد من المواقع ضمن درع البلد وإجراء عمليات وضع نقاط بما يضمن تحقيق الأمان ضمن هذه المنطقة. إذن أمام مقترح جديد ربما خلال 48 ساعة القادمة يمكن في حال تم التوافق على هذا المقترح بشكل كامل وفي حال بدأ تطبيق هذا المقترح يمكن القول عندها أنه بدأ العمل بشكل فعلي بتطبيق حلول سلمية فيما يخص درع البلد. ألمن أنه بحسب المعلومات المتوفرة لدينا هو هذا المقترح الذي تم التأخر يعني في تقديمه هو آخر المقترحات السلمية التي يمكن أن تدفع باتجاه حل لدرع البلد، وربما يكون آخر الحلول فعلا تفاديا للحل العسكري الذي قد يفرض نفسه في حال فشل هذا الاتفاق المقدم من الجانب الروسي وفي حال تعنت المجموعات الإرهابية المسلحة واستمرارها في رفض هذا الاتفاق. إذن أمام مقترح جديد كما قلنا، أود أن أعرج على موضوع هام جدا هو وهناك العديد من المطالب الشعبية حقيقة في ضرورة التعريج هذا الموضوع، هو حالة فوضى السلاح الموجودة في عدة مناطق في محافظة درعا بالأمس مساء الأمس وفجر الأمس. وصلتنا العديد من النداءات من قبل أهالي في ريف درعا تحديدا في مدينة طفس التي يعني شهدت اشتباكات عنيفة بالأمس بين جراء يعني خلافات تطورت وبسبب وجود فوضى السلاح إلى اشتباكات بالأسلحة بين الأهالي وما أدى إلى إصابة العديد من الأهالي، تم إسعاف قسم منهم داخليا ضمن مدينة طفس. وهذا الموضوع تكرر بطبيعة الحال خلال الأيام الماضية، شاهدناه في طفس وأيضا شاهدناه في بلدة الجيزة، وهذا نتيجة حتمية لوجود فوضى السلاح والحالة الفوضوية التي تعنى بوجود المجموعات المسلحة الخارجة عن نطاق السلطة وعن نطاق القانون. سنحاول أن نكون معكم في رسائل أخرى لنرصد تفاصيل هذا المشهد. كنت معكم أنا فراس لحمة.